النوم هنا صعب جدا، صحيح إيس؟ كفى. صباح الخير جميعا. هاي يوم مناسب للعب. واو، ما الأمر، تبدو لي متعبا. معك حق، لم أستطع النوم أبدا وسط تلك الضجة. لم أسمع شيئا من هذا، ماذا تعني؟ ماذا؟ أنت لم تسمع أي شيء من تلك الأصوات المزعجة العالية الآتية من الخارج؟ أظن أنني لم أسمع وأنت تشم. أنت فتى محظوظ، كم أتمنى لو أني لا أسمع أبدا ما يجري حولي كما يحصل معك أنت ماكس. أجل، تشوب أيضا نام جيدا. لماذا أنت منزعج هكذا؟ أقصد إنها مجرد ضجة، من يبالي؟ سأخبرك من يبالي أنا، ربما لو كنت مكاني لانزعجت أيضا. أوه حقا، هذا أفضل من أن أكون متوترا مثلك. لو لم تكن بليدا لشرحت لك لماذا لست أفضل مني. حسنا، هذا يكفي، موعد الفطور. اعذرني لأني حظيت بنوم هانئ. إذا نمت كثيرا فقد يتعفن دماغك. مهم جدا أن ينام الأولاد 10 ساعات يوميا، صحيح أمي؟ هل توقفتما عن الكلام بينما تأكلان؟ وإلا ستصابان بألم في المعدة. ولكن ريكس بدأ أولا. لا، أنت بدأت. أكملا فطوركما. لست مطمئنة هنا، متأكد أننا في المكان الصحيح؟ وفق الدكتور زاد تم ملاحظة إنكايلوسورس في هذه المنطقة. أوه طمأنتني، أتقصد ذلك الرجل الذي يتفجر مختبره كل أسبوع؟ نعم، إنه قائد الشجاع. فلنتابع البحث، لا يمكننا العودة دون شيء. ما هذا؟ هل هو جزء من سيارة قديمة أو ما شابه؟ وشيكا كنت أفقد رأسي. جيد، وإلا لم تفقد ضربك، والآن فلنتعاقب ذلك الديناصور. لكن أرسل، النفق مظلم. دعك من النحيب الآن آد. ريز، أين الديناصور؟ تحت الأرض في مدينتنا. أين هو الدكتور تايلر؟ لست متأكدة. لقد ذكر شيئا عن أغراض مهمة. دعوني أتذكر، لم أرى أبي طوال الصباح. وهل تذكرت هذا الآن؟ لقد عاد ماكس للبلدة مرة أخرى. كفى ريكس، لست بليدا. هذه هي الحقيقة. تتشجران أكثر مني أنا وشقيقتي. توقفا الآن. ولكن ماذا قالت؟ لا وقت لدي لهذه المشاجرات، سأحدثها لاحقا. انظرا، أتظنني أن الديناصور فعل ذلك؟ أتساءل إن كان حاول الخروج من الأرض فارتعب ثم عاد ثانية إلى جوفها. دعونا نبحث عنه. هاي ماكس، اذهب بذاك الاتجاه وأنا سأبحث هنا. ولكن لما لا نذهب معا؟ مؤكد أن ماكس لا يريد أن يبحث عنه مع شخص عصبي مثلي. هذا يناسبني، هيا بنا تشوم. إيس، هيا بنا. هذه مهزلة. ماكس انتظرني، سأذهب معك. أهلا بكم في معرض التنزيلات السنوي الكبير. اليوم فقط ستجدون الأغراض المخصصة للرحلات بأسعار أقل من السعر الذي تباع به. لطالما انتظرت مجيء هذا اليوم. الآن تبدأ التنزيلات. انتهى الطريق، تحرك وإلا تنتهى يا صاحبي. شواية من أشعة الحمراء. لطالما أردت خيمة ديناصور وسادتي المفضلة على شكل بيضة ديناصور. هذا رائع رائع. نراك في العام القادم. نعم بكل تأكيد. ها؟ إنكايلوسورس. يا ويلي، لما لم أحضر الحبل معي؟ هي ديناصور، أين أنت؟ هيا اخرج. هناك رائحة كريهة هنا. حقا؟ هذا غريب، لا أشتم شيئا. بدأت أفهم ما كان يقول ريكس. ها؟ هل قلتي شيئا؟ لا لا لا، لم أقل شيئا على الإطلاق. انظري، ها هو. يبدو أنه إنكايلوسورس. هيا فلنذهب. مهلا، أولئك المزعجون لحقوا بنا.
لن تستطيع الحصول على أي شيء. هذا رأيك أيتها العجوز. تجعلني جهدا لكي أكون لطيفة معك. عندئذ تذكري تمرين التنفس. ذلك الديناصور لنا، اذهبا إلى البيت. انسوا الأمر، جئنا لأجل الديناصور. هيا بنا تشامب. أنت مخطئ. حان وقت عصابة الفاكهة تسخن الجو. المياه قوية، من المستحيل أن مر... إذا لم تستطيع العبو فاذهبا إذن. هيا هيا ارجعي. ألا توجد طريقة أخرى للذهاب؟ فلنحاول العبور من فوق. هاي إنكينوسورس، انظري هذا هو أبي. الأفضل أن تتظاهر أنك كلب أيس. حسناً تعال أيها الكلب الصغير، كن كلباً جيداً، لا تنبح. يمكننا البحث عن ذلك الديناصور من هنا. أين نحن؟ ماذا لدينا هنا؟ هل انهار النفق أو ما شابه؟ ما هذا الكائن الغريب؟ سأغادر المكان. ماذا يحصل؟ واو، إنه أنكيلوسورس. لا، جهاز الديناصور. سوف تكون بخير إيس، تمسك بي جيدا. ها؟ والآن ما هذا؟ لم يكون السفر ممتعا عندما تجد موسيقى مسلية تستمع إليها. جيد، عصابة ألفا هنا. ليس مجددا، لدينا واحد من المزعجين هنا. أخيرا سنتوقف. أيمكننا أن نأخذ فرصة طعام؟ أجل، بعد أن نمسك الإنكيلوسوروس والولد وديناصورة. إيد باشر المهمة. هيا سايكينيا. هل سمعت ذلك؟ نعم، يبدو أن هناك معركة بمكان ما. يجب أن نعرف مكانها. هيا سايكينيا، اقضي عليه. حصيني وحقيني، يمكنك ذلك. يمكننا التسلل من أمام القطار. يبدو أن الديناصور الآخر قد ذهب. حصريني على ستارتي. ليت جهاز الديناصور معي. إلى أين أنت ذاهب إيس؟ إيس! إيس ارجع! قد هرب الديناصور. ليس طويلا أرجوحة الديناصور. هيا لا أفرح يا تانك. لكن إلى أين ذهب؟ يبدو أن تانك أطاح أنكيلوسوروس أرضا مباشرة. ألا تعرف أن التنبؤ بنهاية المعركة فأل سيء؟
كان ذلك مذهلا. يبدو أن إنكايلوساروس استخدم هجوم الخلد ولذا يصعب التغلب عليه. اسألوا تانك. نحن لن نخسر، ليس بهذه السرعة. أوه ماذا حصل؟ إنها غلطتك آد، لما تقفان هكذا؟ هيا أحضرا العربة وتعاليا إلى هنا الآن. إنها ثقيلة. هذا يكفي، انتهى وقت الاستراحة، يجب أن نمسك بالديناصور، لذا دعونا نباشر العمل حالا. ماكس انظر، ستدفعون ثمن فعلتكم. أنتما لا أصدق عيني، ظننت أنني تخلصت منكما إلى الأبد. شغلا موسيقى الخروج. أو لا، فلنتبع ال... ما هذا؟ زوي انظري، إنه جهاز ريكس. إيس هل أنت بخير؟ أرعبتني يا صديقي. أنا آسف، لقد أخطأت عندما فقدت جهازي. أنا فخور بك إيس، لقد فاجأتني كثيرا عندما واجهت أنكايلوسورس. أحسنت عملا. هناك ضجة عالية في النفق، أعتقد أن أنكايلوسورس سينام كثيرا وسط هذا الصخب كما فعلت أنا البارحة. جيد أن ماكس لا يسمعني الآن، وإلا لكان سخر مني ثانية. بأي حال فلنذهب لنعثر على مخرج. مرحبا أنكايلوسورس، أين أنت؟ قطار أركض. ها هو، قلت لكما عندما نسرع بالعربة سوف ندركه، لقد أثمرت جهودنا المضنية. جهود من؟ لا يهم، أحضره وحسب. ماذا ما نفعله؟ نحن رعاة البقر في المزرعة. لم تعمل يوما في مزرعة زاندر؟ بل كان لدي زي راعي بقر. الآن هذا سهل جدا، يبدو أن أفضل طريقة للإمساك بالديناصور هي أن نمسكه من ذلك. تعيش عصابة ألفا. هاي ما هذا الصوت؟ اخفض الموسيقى. لا أقدر، الزر مكسور. الصوت عال جدا، ذلك الديناصور المسكين يحاول الهروب من تلك الضجة. إيس هيا. ذلك الديناصور المجنون حطم نظام الموسيقى في هذه العربة، جيد أنها مستأجرة. أجل، لكن على حسابي. هاي انظر. جيد، حين نخرج من هنا سيكون لدينا فسحة كافية لنستخدم تيري للقتال. على الأقل توقفت الموسيقى، أخيرا سأسمع ما أفكر فيه. حقا؟ ما رأيك لو تصمت؟ يبدأ أنه ديناصور. هل هو حقيقي؟ انظروا، صوته مخيف جدا. أتعتقدين أنه يلوح بذيله مثل الكلب لأنه سعيد؟ في الحقيقة لا أظن ذلك. ها هو. ماذا يجري؟ لا أريدك أن تلحق به هذه المرة، مفهوم؟ تراجعوا أرجوكم، أرجو من الجميع التراجع. أرجوكم توقفوا جميعا عن إحداث الضجة، الضجة تخيف الديناصور كثيرا، أرجوكم توقفوا. إيس لا، أنت مؤذن. ريكس. ماذا؟ ريكس. ماكس، زوي، جيد. هذا رائع، شكرا لك ماكس. هيا إيس، شعاع الديناصور كارناثورس تعال إلي. Grrrr!
أنت جاهز إيس؟ هجوم! إيس! لا أصدق! إنه بخير! أصمد إيس! أين ذهب؟ ما نوع تلك الحركة يا ترى؟ لقد أصيب هذه المرة ورقد الحركة. ها نحن ذا الإعصار. هذا ممتاز، حصلنا على ورقتي الديناصور والحركة. لقد فزنا إيس، والفضل يعود إليك. لقد أخذوا إنكيلوسوروس ونحن وقعنا في ورطة كبيرة، كان يجب أن يكون لنا. أتمنى لو نعود إلى الأرض الآن. أرسولا، ماذا تريد القول؟ أحضري من أمنياتك. كان يريد الهدوء والسكينة فقط، لم يتحمل صخب المدينة فنزل تحت الأرض، ثم حدثت ضجة في الأسفل، لذا برأيي هذا أثار جنونه. ممكن. كيف استطعت التوصل لهذا التحليل؟ مثل أنكيلوسوروس، كنت متوترا، صحيح ماكس؟ لا أعرف، بخصوص هذا الصباح، أنا آسف، فقدت السيطرة على نفسي. لا بأس، وشكرا لأنك أعدت لي ديناصوري، وأنا متأسف جدا لأني وصفتك بالبليد، هل تسامحني ماكس؟ نعم. أنا سعيدة بكما، لا قتال بعد الآن، صحيح؟ هيا أولاد. أمي، أين كنت؟ أشاهد المعركة، ريكس أحسنت. شكرا، ماذا لدي؟ شيء مثير جدا، سوف ترى. هل هذه هي الأشياء المهمة؟ بالضبط، إنها نادرة جدا، انتظرت طويلا للحصول عليها، لذا كونوا حذرين. لا تقلق، سأفعل. ماذا تفعل إذا كسرت هذا الشيء؟ سأنتظر سنة أخرى للتنزيلات. هل هدأتم قليلا؟ أنا سعيدة أن ريكس ينام جيدا، الأولاد بحاجة للنوم كي يكسبوا صحة. إذن أنا سأصبح ضخما. إذن إذا استمرت شوب ودارس بالنوم كما يفعلان الآن، تتخيلون ماذا قد يحصل؟